إليس عادة أحد المبدعين اللبنانيين اللي لمعوا بالعصر الذهبي، المخرج اللي قدم للتلفزيون تحديداً تلفزيون لبنان أهم وأبرز المسلسلات الدرامية المميزة. أهلاً بك سيد سلمان، تفضل ضع القيد في يدي، أسير معك عن طيب خاطر صائغة. جارتنا عفاف منها هون عشية عم نسهر لوحد. طيب يا بنتي مثل ما بتريد، هلا ساعة اللي بيجي أبو عبدو بقول له أنا قاعدة كل يوم. لابد أنه تبعنا. يا إلهي، لافت بهيدي الأعمال ثنائية الزوج المخرج وشريكة حياته الممثلة نهى الخطيب اللي لعبت أدوار معظم هالمسلسلات اللي ساهمت بتحقيق شرارة هيدا النجاح الكبير. من هذا؟ من أنت؟ من هو عقيل؟ قدم مجموعة واسعة من المسلسلات بالأسود والأبيض للفنانة الكبيرة سميرة توفيق، وبالألوان للفنانة ورد الجزائرية، وللممثلات وفاء طرباي، سميرة بارودي، وألسي فرنيني، ونخبة كبيرة من نجوم الشاشة. المخرج إليس عادة اللي غاب عن الإخراج مع مرض زوجته ثم وفاته عانى المرض بأيامه الأخيرة، واليوم عم بودع الوسط الفني أيقونة من أيقونات السينما اللي ربي على أعمالها فئة كبيرة من الجيل اللبناني.